خاصة وأننا أمام أستاذ من طينة خاصة، أمام مرب من طينة لطالما أصبحت نادرة في المدرسة المغربية، جمعت ما بين التضحية ونكرة الذات والكثير الكثير الكثير من التفاني في العالم. أستاذ مصطفى ساقان يصعب كثيرا أو ربما تعجز اللغة عن أن نصف ما نكونه له من حب واحترام وتقدير وامتنان لما قدمه لأجيال من أبناء مدينة العرائش. وهنا سأكون متعسفا على اللجنة المنظمة لهذا الحفل، سأتقاسم هذه الكلمة كلمتي مع كلمة أجيال من أبناء مدينة العرائش سيلقيها الأستاذ عزيز قنجاع نيابة عن مجموعة من الأصدقاء الذين تعذرت عليهم، حاضر جزء منهم حاضر وجزء باسم أساتذة الثانوية التأهيلية التقنية. نعلنها جهرا أننا نكل لك كل المحبة والتقدير والامتنان، ونتمنى لك طول العمر ومزيدا من التألق والإبداع، لك منا كل الاحترام والتقدير. سيدي